سؤال لطيف يقول لي: هل يجوز للرجل أن يتزوج من طليقته دون أن يكلم أهلها بعد طلاق دام 10 سنوات، مع العلم أن أهل الزوجة يعرفون أن كليهما يريدان الرجوع لبعضهما وأقاربهما كذلك؟ هل يجب عليه إخبار أهله بزواجنا؟ هو لا يفضل إخبار أهله الآن إلا بعد فترة من زواجنا، لأن أهله غير موافقين. الجواب عن هذا: لا نكاح إلا بولي يستوي في ذلك البكر والثيب، طليقته أو طليقة غيره، والأمر يسير، فقد يوكل الولي من مكانه من يجري العقد نيابة عنه، فلا يكلف الأمر أكثر من مكالمة هاتفية. وكان السؤال والفتوى عن المرأة وعن ولي المرأة، فالمرأة التي تحتاج إلى ولي في عقد النكاح، أما هو فتلك قضية بر وحسن عشرة، أن يخبر أهله بزواجه بر وحسن عشرة، ولا علاقة لها بصحة العقد أو فساده. فالرجل ولي نفسه وسيد قراره في زواجه، لا يحتاج إلى إذن من أحد لتصحيح عقده. والله تعالى أعلى وأعلم.